البلد في وصفة بقالي كام يوم بشوف لها فيديوهات على يوتيوب، اسمها بطاطس الفقاعات. وصفة بسيطة جدا، مجرد بطاطس ونشاء بس بتطلع بشكل حلو قوي. خلينا نجربها سوا. نقطع البطاطس كده مكعبات صغيرة، بس الموضوع بسيط جدا. هسلق البطاطس في ميه، وملح، هنخليها لحد ما تستوي. شوفوا استوت تمام، اصفيها. ودلوقتي ههرسها. لو ما عندكيش حاجه زي كده نزليها من مصفى، يعني بالمصفى اللي هي فيها دي كده، اوكي، واضغطي عليها بالمعلقه لحد ما تنزل من المصفى علشان تكون ناعمه وبدون اي كتل. انا عندي دي بحب استخدمها، موجودة في ايكيا، من الحاجات اللي عندي من سنين طويلة من ايكيا، يمكن من اول ما اتجوزت. شوفوا كده، وبعدين هضيف عليها 4 معالق من النشا العادية. دي 2 3 4، دي ناقصة شوية. رشة بس فلفل اسود، اذا حابة تحطي اي بهارات بكيفك، بس عادي، هي حتى ملح فيها يكفي. ونخلطهم كده عشان يبقوا زي العجينة. نلبس ونعجنها افضل. تمام، بننضف بس الرخامة عشان نقطعها عليها. اوكي، وبعدين هناخد واحدة واحدة ونرش دي نشا ودي، ونفردها كده، نفردها كده بالنشا زي اسطوانة. اذا حسيت انها هتتقطع من ايدك تبقى لسه محتاجة نشا، فزوديها نشا تاني لحد ما تبدأ تتفرد معاكي كأنها بالظبط عجينة. اوكي، وهنقطعها. وبعدين الشوكة نبلها نشا علشان متلزقش فيها، ونضغط عليها كده.
خلصتهم كلهم طبعا، جربت حبتين وبعد ما جربتهم قلت يا ريت ان انا مضاعفه الكميه، شيء خرافي خرافي صراحه. بقيت خايفه تفرط في الزيت مثلا، تطلع معجنه، تنشف، طلعت حاجه رهيبه. يا جماعة حاجة مقرمشة لذيذة رهيبة.